وصلنا العيد غنيتي وسنين عالهجران ما بكيتي تبقى بحد الشمس طلعتنا تبقى أهل وجنود نحميكي وكان ضل العيد غنيتي وسنين عالهجران ما بكيتي تبقى بحد الشمس طلعتنا قالوا يا نافذ احكي واكتب عن الوطن قلت الوطن ما بتحتوي كلمات الوطن مش غنية ولا قصيدة شعر ولا بيات الوطن روح واحنا الجسد ومن غير هالوطن كلياتنا موات على بعد 9 كيلومتر للشمال الغربي من مدينة جنين في محافظة جنين تقع بلدة اليامون على ضفاف ملج بن عامر سلة فلسطين الغذائية ملج بن عامر أنا وباسل عطلة مخرجنا الرائع باسل رايحين نخش إحنا وياكم على البلد نتعرف على اليامون وعلى أهل اليامون الحكني يا باسل يلا تبقى بحد الشمس طلعت الأصالي تبعها ونشود الحدود مهما تباعدت الحدود بروح الدم الحر يفديكي وكان ضل العيد غنيتي دخلنا بلدة اليامون واستقبلنا السيد غسان صمار رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وإحنا موجودين هسه في مبنى البلدية أهل اليامون وخاصة حبايبي أهل اليمون في الأردن أصحابنا نرحب فيك سيد غسان في برنامج حروف وطن صباح الخير لكم ولكل أهلنا ولشعبنا الفلسطيني في كافة بقاع المعمورة سيد غسان مثل العادة يا سعادة تعرف لي منين أجا اسم اليمون ليش سموها اليمون انتو سميتوها شو قصة الاسم شو حكايته احنا أولاد بلد وحسب ما ذكروا الأجداد وذكرت التواريخ ترجع أصل تسمية اليمون لاعتبارات متعددة أو لأسماء مختلفة متعددة يعني منها في قصص كثيرة نعم منها إنه أول شيء عندنا قبر يسمى قبر النبي يمين أحد إخوة سيدنا يوسف عليه السلام تيمناً به ممكن كان نسبة التسمية ترجع إلى النبي يمين ولا حد الآن المقام ما زال موجود عندنا في البلدة وعندنا حبلة تسمى بحبلة النبي يمين المرجع الآخر بيقول إن هناك كثرة الينابيع أو مجمع للمياه اللي هي يمة مجمع للمياه تم تحريف الاسم وأصبحت تسمى في اليمون الاعتقاد الآخر إن هناك كانت الهجرات الأولى اللي قدمت من اليمن باتجاه فلسطين واستوطنت جزء منها في بلدة اليمون وسميت نسبة إليها الاعتقاد الرابع اللي بجزءه إحنا أكثر ترجيح له اللي كانت فيها عدد بيارات عالي جدا للحمضيات الليمون البرتقال إلى آخره فسميت تيمنا في هذا الاسم الآن في هناك مرجع حديث جديد كرناه وندلنا عليه أنه أخذ من كلمة يانوح أو يانواح اللي هي اسمها يانوى معناتها الأرض أو المنطقة اللي بتقدر تستطيع تستريح فيها وتطمئن أبو إيش المرجي؟ أبو حاتم أبو حاتم لا بدنا نجوح ولا بدنا ننوح خليني هسا في عدد السكان كديش عدد سكان بلدة اليامون الموجودين اللي البلدية يربو على 20,000 نسمة أو يزيد عن 20,000 نسمة طيب كديش في مغتربين من اليامون برا فلسطين ممكن نقول تقريبا الرقم يظاهر الرقم الموجود حاليا في يعني باصلة 20 أنا و 20 برا الموجودين نسبة تقريبية كديش مساحة اليامون في الدنومات عندك 20,000 دينم
كله بالعشرينات عندكم. بالله. 20,000 دينار. نعم. طبعاً اللي عليها المباني واللي مزروعة. كله مع الأرض السهلية. طيب هالعشرين ألف اللي في اليمون عليش عايشين بزروعة بيكلعوا بلبنوا بجبنوا. مصادر الدخل مختلفة. منهم اليد العاملة بتشكل بجوز الحيز الأعظم من حياة الناس. وبجوز في قطاع كبير جدا يعتمد على اليد العامله وخاصه كان في الارض 48 لكن للاسف في الفراح الاخير انه تم بسبب جدار فصل العنصري انه الحد من اليد العامله بتتوجه للداخل فبالتالي خفت الاعتماد على هذا الجانب. الجانب الاخر هو الجانب الزراعي انه الليمون تقع على سهل في منطقه سهل المرجب العامر فبالتالي في عندنا اراضي زراعيه كثيره وممكن الحين جزء منهم كبير جدا يعتمد كدخل اساسي على الناحيه الزراعيه. الان عندنا نسبه لا يستهان فيها اللي هي الزيتون وهي تعتبر في القاموس الفلسطيني انها الشجر المبارك في هذه الارض. عندنا حصه لا يستهان فيها من شجر الزيتون اللي الفلاحين في الموسم هذا عندنا دخل الحمد لله رب العالمين جيد جدا. هسه بدنا نيجي للسؤال الاهم. اهل اليمون ابو بسام مش تزعلوا مني انا بتدخلش منكم رئيس البلديه مش تقولوا نسي وما نسيش نابز ما دخلوش عائلات اليمون الفلاحين عندنا بقولوا استجبرها ولا عجبه صحيح. نعم. بلش في الحمايل الكبيرة هذول اللي في خادوا الفروع اللي بدي الحمايل الكبيرة الأساسية في بلدة اليمون منكم لرئيس البلدية. الله يحييك. أول يعني أكبر عائلة أفراد اللي هي تعتبر عائلة الفرحات أكبر عائلة في اليمون تليها الخمايسة ثم السمودي الحوشية العباهري الصمار أبو حسن زايد ودرب الهيجة والنواهضة. هاي تعتبر بجوز يعني العائلات اللي عدد افرادها ممكن يربوا على 800 هذا الحمايل الكبيره يعني. الان في عائله صغيره نذكر ولا بلتنا ما كلهم كبار اهل اليمون كبار فيش حدا صغير تزعلوش. طيب احنا هسه في البلديه والبلديه بتقدم الخدمات شو هالهم اللي انتم كبلديه ورئيس بلديه وانت قاعد مع الوجوه الطيبه او بتكسدر او بتروح وبتيجي بتقول والله يا جماعه اليمون فيها الشغله هذه لازم نعملها لاهل اليمون شو هالهم الكبير اللي على سلم اولوياتك؟ الهم المقلق والمؤرق واللي بخليش الواحد يعرف ينام الليل يطلع لي صدقه البنيه التحتيه التي تتجلى في الشوارع المدمره بجزء الاثر الاكبر منها بسبب بروزات الاحتلال واعتداء المستمر على المناطق الفلسطينيه. والهم الآخر اللي بجوز بيركنا أكثر اللي هو معاناة أولادنا وطلبتنا في المدارس اللي بتشكل ظاهرة بالنسبة إنها ظاهرة مقلقة إنه عدد الطلبة في الصفوف يربو أو يزيد عن 50 طالب أو طالبة الصف الواحد فهذا حقيقة شيء مقلق ومؤرق لكل المؤسسات. يعني شو بدكم مدارس ولا بدكم توسعوا المدارس ولا بدنا مدارس وبدنا شوارع وبدنا فتح طرق وبدنا شبكات مياه إيجابية أكثر عطاء للمواطنين وما يسمى يعني الآن نحن بجوز نفتقد إلى قضية أساسية تفتقد اليمون إلى الصرف الصحي. الصرف الصحي. يعني بجوز. بعد عجوان البلد. ولسه وهي معاناة كبيرة جدا حقيقة بجوز يعني زور منطقة في اليمون راح تلقوها هي عبارة عن نهر أو جداول صغيرة. ماشي ماشي حلو سديد. أنت قلت لي إنه البلد فيها يعني ينابيع في عيون مية عندكم وينابيع. طيب إحنا الأساسية إحنا بجوز نختلف على سبب الأسباب التسمية اللي يعني السباق. واللي وردت او ورد حسب ما كرناها او ما قيل انه هي طب هذا ما بتلوث المياه الجوفيه والينابيع مية الصرف الصحي قدمته يعني للسلطه الوطنيه طالبته كان مشروع اجوا عملوا مخططات اوليه من اجل يعني تكمله البرنامج او المشروع لكن للاسف الموقف السياسي كان له جانب ابو حاتم قبل ما انهي اللقاء معك في عندك اي مناشد بالنسبه لابناء اليمون المتواجدين خارج فلسطين حاب تحكي لهم اياها يمدوا ايدهم للبلد يساعدوها او يستثمروا فيها منك لاهل اليمون اسمعوهم؟ احنا بنوجه نداء صارخ لكل اهلنا واحبتنا واخوتنا في اليمون من اليمون من غير اليمون انه احنا شعب واحد وكل يعني جزء بظروف قهريه بنتوجه لهم برساله محبه اولا ونتمنى انه يكون هناك في تواصل بيننا وبينهم ويقفوا الى جانب اخوتهم اللي بيعانوا من يوميا من مرات الاحتلال وسلبياته واثاره السلبيه اللي سببها الاحتلال. بنقول انه اليمون بلدكم اولادكم اخوتكم اخواتكم امهاتكم بتطلع لكم بنظره ثاقبه امالين انكم تقفوا معهم تدعموهم بما تستطيع ان تجد بها انفسكم من اجل ان يكون لدينا مدرسه ايجابيه، شارع نظيف، مؤسسات تحتوي
أطفالنا ونسائنا وبناتنا من أجل أن نكون مجتمع في نوع من التقدم الرقي ونضاهي شعوب العالم في هذا العالم. واحة الفن الملتزم فلسطين مين ومين متلك مين يا زهرة البلدان والحلوين فوحي بدر المسك والياسمين ضلي بعين الشمس بعدنا في بلدة اليامون زي ما انتم شايفين تقريبا في اعلى منطقة احنا في بلدة اليامون. حج ابو طارق احنا المنطقة اللي واقفين فيها شو اسمها هذه اول شيء؟ اسمها الظهرة، مقبرة الظهرة. ما في كل الهنا في مقام او في شيخ؟ نعم هذا القبر. ايوه احنا من عائلة دار ابو الهيجة، جدنا ابو الهيجة جاء مع صلاح الدين في تحرير فلسطين وحاصر مدينة عكا، وأكرمه صلاح الدين بثلاث كرة. حلو. اللي هي كوكب أبو الهيجة، الحدثي، سيرين في الجليل. هناك بقية حتى حاصر عكا وعاش طمرة وتوفي ودفن، ومقامه الآن موجود قبره في قرية طمرة. هسه اليامون من البلاد اللي اعطاه اياه صلاح الدين ولا هو اجى بعد على اليامون؟ جدنا كثر اولاده، احد اولاده اجى سكن هون في اليامون. نعم هذا القبر الان له لجدكم هذا القبر له وهذه زوجته. هذه زوجته. هذا البناء كان يبنيه يعني هذا مقام قديم بس صار بنا كل ما بنى وسقفوا عقدوا يرجع ثاني ملكهم هدود. يا إله إلا الله بطقش أكثر الله. من مرة عملوه بالتالي تركوا بهذا ينهد لحاله هيك. نعم. يعني لاقوا مهدوم مهدوم. سبحان الله. طيب أبو طارق بدي أسألك. نعم. أنت ما شاء الله العمر قدامك 82 سنة، هسا لو بدي أسألك بلدة اليامون حدودها مين جيرانها من الشمال والجنوب والشرق والغرب؟ من الشمال مرجي بن عامر. يا ليت الكاميرا هناك. هذا اللي قبالنا هيش مرجي بن عامر. نعم هذه أرض بلدنا كانت يعني إلي عم الأكبر، إحنا ست إخوة. كان لما يتفص السيجارة منه يروح يبلع السيجارة من طغابين زبوبة. أرض اليامون هذه من الشمال إذا أني من الشرق ومن من الغرب، ومن الشرق كانت الأرض زرعين. والله إنه أرض اليامون كانت تكف على سياج مقبرة العفولي. ما شاء الله. هاي العفولية على سياجها، على سياج السلك كنا نصل بالحرات أرض اليمون. ومن الجنوب شو بحد اليمون؟ الجنوب قريتين يعني الهاشمية والعركة. والعركة. إذا كلنا من الشمال والشرق ومن الغرب. نعم. الشرق كفردان. كفردان. والغرب عنين. عنين. عنين أقرب شيء. هذه الوقفين فيها أقدم مقبرة يعني بكت فيه. مقبرة للبلد الرئيسي في اليمون. في اليمون هذه. نعم. هذه المنطقة اسمها الظهرة. من هون لهناك كل هذه المقبرة القديمة. هسه هذه طبعاً اليامون من كرة ملجي بن عامر. نعم هذا الأرض. في لليامون في أراضي ملجي بن عامر. نعم يعني هذا. أنا أول واحد إلي أرض كمان. شو زارعها أبو طارق مسكناها؟ أنا شو عندي ثلاث شقة أربع شقة في السهل. زرعت شق في قمح وشق في برسيم وشق في زحا سمسم. أقول. طيب كيف بكيتوا قبل والبلد بكت صغيرة أبو طارق عايشين يعني على الزراعة بكيتوا كلياتكم؟ هذه كل هالمناطق بكت إيش؟ الحياة هذيك تختلف عن هون. لا 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 يمكن يصير فيه بتقول يا زماني الأولي معنا. يا رجل كان إذا واحد ضعف فدانه مش يقوله روح إيش يطلع الحصيدي يفسد فين خلص أنت كل عاد هي علي 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 على الأخير حتى روحوا كلهم بعض البعض.
ما ممنوع حدا يطلع من الحصيد قبل الثاني، كلهم مع بعض ولا واحد يروح قبل الثاني، كيف اروح حدا يشوف ما بعده فدان ضعيف؟ يقيموا بالاول. يلا يا مره هات المناجل والحكيني عند ابو فلان، فلان خلص يلا ردوا على الثاني، فلان خلص على الثاني، حتى انه يروحوا الكل. كان اذا واحد بده يبني له بيت بيجي النسوان يجيبوا معهم هالعده، وهي خلال ساعه يبقوا صابين يبوا معه خبر زي الناس. العروسي كذلك كلها كانت الفرح بكى له طعمه ونكهه اجتماعيات بكت بشكل لا يمكن يصير اليوم. كانوا نكهه العرس له نكهه زي ما بقولوا ويعللوا. اليوم بيجيك هالكرت حج ابو طارق تعال على الصاله خلاص انتهى. ابو حج ابو طارق الله يعطيك طول العمر من مصنع ادلاجح المنظفات الكيماويه المصنع الاول. شكرا والله يعني بنقدم لك هذه يعني واجبك كبير انت ابو طارق. يا دار مهما صار رح بنعود، احنا الاصالي نبعها ونشود، الحدود مهما تباعدت الحدود، بروح الدم الحر يفديكي. وان كان ضل العيد غنيتي، وسنين على الهجران حد الشمس طلعتنا، يبقى أهل مشلود نحميكي. في بلدة اليمون قالوا لنا المجلس البلدي تعال ناخذكم عند الحج البركي. صباح الخير حج. جود مورنينج حج. اي ام فيري جود مورنينج شيخ. هاو ار يو؟ كيف حالك؟ I am very glad. Nice to meet you حج. مبسوطين اللي شفناك يا حج. عرفني عن حالك. ابو ايش البركي؟ اسمك شو اسمك؟ انا يوسف اسعد حسن. حسن من عائلة ايش حسن؟ ابو الهيجة. ابو الهيجة. قديش عمر البركي؟ العمر؟ العمر قدامك ان شاء الله. 80 years old and 2 and 3. نزلكم اياها ترجمة هذه. 82 سنة. بدنا نقيم منهن 20 ايام الشباب 20. الحج موجودة ولا الله يرحمها ويعفي عنها؟ Nothing is dead. ما جددتش بعدها. Dead. ما جددتش بعدها. No. طيب منيح يلا خلونا يا جماعة. I do not have married. خلونا يا جماعة. I do not have married because I am very old man. خادم مع الانجليزي انك انت ولا باقي استاذ مدرسة؟ ما كنت اتعلم بالانجليزي انا والصديقي. اذا نرجع لايام الشباب ابو ما هو بايام الشباب انا فلت من كل جيلك هسه بحكي معاك انت. قبل 60 سنه كيف بكت اليمون؟ بكت حالي يعني متوسطه. يعني البلد بكت البلد القديمه هنا. البلد القديمه ايوه قليل السكان فيها. انو بكى مختار بلدكم قبل 60 سنه بتتذكر؟ ابو شحادي. من اي عائله؟ من عيلة ال نسيته راح. طبعا ما هو خلص من ما ترملت. عاش 90 سنة ما شاء الله ما شاء الله. هيك ما شاء الله جاي على 90. اللهم صل على النبي يعطيك الصحة إن شاء الله. اللهم آمين. بكى مختار واحد البلد كلياتها؟ لا بكى لا ولا كالحمولي لا مختار. في بعد الأمر بكى واحد بعدين صاروا أربعة. في عيون مي في بلدكم حج بكات؟ عين السباع. هذه البلد كلها تشرب منها؟ منها ايوه. انا في مقام النبي بنيامين او يمين. نعم. هسا بنعرف انه بكوا قبل الختياريات او هذا، في اولياء غيره موجود ولا هو بس هو مقام النبي؟ في غيره يعني مقامات ثانيه؟ الخضر الاخضر، الشيخ بلال، الشيخ كذا. الشيخ مبارك. الشيخ مبارك. هذول بكوا الختيارات يروحون يسجنوا او يضوين. طبعا. تتذكر هذيك الايام. وبكى في عشارع العام حيفا جنين. في شجره يجوا يتعبدوا تحتها مقابل فيها عند بير ميه. فاجوا القضاه والمحاكم فيري كورت قطعوا الشجره وقالوا هاي شغله قديمة وبلاش انه نعيد تكرارها. هسا وانتم شباب قبل 60 سنة كيف بكيتوا تقضوا وقتكم؟ اليوم عندهم 100 شغلة يتسلموا. اي وركينج ذا فارمر. مزارع بكيت؟ ايوه. شو بكيت تحصد وتزرع؟
ذكور بطيخ. كم دونم لكم هنا في البلد؟ 100 and half. 150 دونم. 150 دونم لكم في البلد. 20,000 دونم. بكو قبل يزرعوا القطاني العدس وال طبعا والزيتون. والزيتون بلدكم تقريبا كم جدل زيتون زيت بكا تساوي في هذاك الوقت؟ يعني 1000 جدل زيت تساوي اليمون. لانه بكاش زراعي طيب زيتون بكثره. ابو محمد نعم. بقولوا لي في لك قرايب في الاردن في الصيفي، مين لك هناك؟ ابني شو اسمه؟ محمد يوسف. في الصيفي؟ ايوه. طب اطلع على محمد اليوسف، بده يطلع عليك. شو بتخلف وشو بتقول له لك ولا قرايبك؟ يلا محمد اليوسف ابني. طيب هي جو تو ذا جفرمنت اوف جوردن اند هي بيلدينج وركينج بيلدينج. بيشتغل في البناء. ما كويس. بكى في الحق. في الاردن هو موجود. في الاردن. والله مضالتك مطفيه، انت بدك تطفي مضالتي معك ابو محمد. والله يعني اقول لك في لي اصدقاء في هاجروا قليل ليتل. شكرا ابو محمد، يعطيك العافيه. من شركة الراجح للمنظفات الكيماوية المصنع الأول في فلسطين بنقدم لك هذه الهدية. ثانك يو. مبروكة. ثانك يو فيري ماتش. لا ثانك يو. لا ثانك يو على واجب. يعطيك العافية. شمع وغايت شوشينا غرب وشتات ونار تكوينا هيهات ننسى اليوم ماضينا احنا عقرب غدني جينا وان كان ضل العيد غنيتي وسنين عالهجران. يا يامونية، احنا في حارات اليامون البلد القديمة هذه. نعم نعم. اول شيء عرفني عن حالك. انا الدكتور محمود نواهضة، مدير بلدية اليامون. دكتور؟ نعم. حكيم ولا دكتور؟ لا دكتوراه. دكتوراه. نعم. الحمد لله الصحة تمام. الله يحييك. ابو ايش البلد؟ ابو اسلام. ابو اسلام. نعم. عاشت الاسامي. سيد ابو اسلام، وش الحارة اللي احنا فيها شو اسمها؟ هاي وسط البلد، هي تتبع لعائلة ابو عبيد. عائلة ابو عبيد. نعم. هي من عائلات صغيرة. أيوة. الحجم حقيقة في اليمون. لكن وجودها قديم في البلدة. حلو كثير. إذا هذا حارة دار أبو عبيد، إذا في منا مغتربين هاي الحارة يا جماعة. هسا شو عن إيش بدك تخلفنا أو شو فيها أنا إشي مميز حاب تحكي عنه؟ يعني فقط هذا كان اسمه ديوان آل أبو عبيد اللي هم كانوا مالكين لهذه البقعة من البلدة القديمة في اليمون. وعمر هذا البيت ما يقارب 150 سنة. تحول بعد ذلك إلى الورثي اللي الآن بيسكنوا فيه، ما زالوا بيسكنوا فيه. مسجون يعني. نعم مسجون. هو ما زال مسكون في الورثي. نعم. وأنا طفل كنت أمشي مع الاختياري في البلد لأني كنت شوي يعني يركنوا علي في طيب. هذا البيت هذا العقد هذا كان وجه البلد كلها تيجي هون الاختيارية. يعني بكت زي ساحة البلد يبسطوا هنا الاختيارية. يتجمعوا يلعبوا السيجي ويلعبوا الملك لله الواحد الأحد. هذا كان أغنى واحد في هاي الحارة، وهاي كلها كانت تشتغل عنده عمال وحرات. قديش لك مترمي الحج أبو طالب؟ كم سنة؟ 4 سنوات. الله يرحمه ويعفي عنه. باك عصبي نزاك الحج يعني يا زلمة. ما ضلش اقول علي الطلاق انه هذا الدار الحج. دكتور تحياتي. في شوارع اليمون احنا في البلد القديمة بعدنا. هسا هذه فالة على حالة شو هي؟ هاي معصرة، معصر زيتون قديمة من اقدم معاصر اليمون. شو اسمها؟ شو بكت اسمها؟ معصرة دار اللبدي. دار اللبدي. دار اللبدي. نعم. يعني هذه بكت لدار اللبدي. دار اللبدي وفيها شراكة طبعا يعصر زيتون لكل اهل اليمون. لكل اهل اليمون. لكل اهل اليمون. قديش عمره تقريبا؟ حوالي 170 180 بتوصل 200 الله اعلم. 180. نعم لانه هاي اكبر من عمرنا. هاي كانت بد قديم في الاول. مش شغالة هسا هي طبعا. ماكينتها فيها عدتها كلها موجودة بقلبها داخلها. وموقفة. يعني مخلينا هيك منظر بس طلوع.
ايوه هذه الليله زيت الزيتون بداخلها. هاي الاحجار القديمه طبعا، المكبس هذا حديث اللي ركبناه حديث يعني بتصلح، هاي نظام تصلح تتضمن مصير المتحف. طبعا هاي تصلح تكون متحف في البلد. هاي معصلة الزيتون القديم اللي ضال اللبدي. نعم. يا ساهر، و 170 سنة ما شاء الله عمره زي ما انتم شايفين في بلدة اليمون قضاء جنين. وإن كان طل العيد غنيتي وسنين عالهجران ما بكيتي، تبقى بحد الشمس طلعت النار، تبقى أهل وجنود نحميكي. وإن كان طل العيد غنيتي وسنين عالهجران ما بكيتي، تبقى بحد الشمس طلعت دكتور. احنا وين واقفين هسه وشو هالمقام؟ احنا واقفين في موقع اسمه نسميه بالعامية النبي يمين، وهو محرف من الاسم بنيامين اللي احنا بنعتقد انه هو الشقيق الاصغر للنبي يوسف عليه السلام، واللي من ضمن الروايات انه يمكن ان تكون اليمون التسميه. نعم. لا اليمين، هاي النبي يمين اللي بيحكوا عنه اهل اليمون برلا، وفي اشعارهم وفي قصايدهم انه النبي يمين. هيكم شايفينه، هذا هو المقام، يعني جاي في نص البلد تقريبا. ايوه في مصلى صغير. خليكم معنا دكتور، اهل اليمون الموجودين ما شاء الله 20 واحد ورا، الحقوني يلا. دكتور احنا وين واقفين هسه؟ احنا واقفين امام الجامع الكبير او المسجد الكبير في البلد، اللي هو يقع في وسط البلد القديم. هذا اقدم جامع في اليمون. اقدم جامع في اليمون عمره اكثر من 200 سنه. وهذه المنطقه، هذه هي وسط البلد اللي هي البلد القديم. انا بقي بسطوا الختياليه قدام الجامع هاجي يقعدوا يخلفوا يلعبوا السيجي يعني. وما هذه مركز البلد. هاي مركز البلد يا اهل اليمون، الحقوني نكمل جولتنا في اليمون يلا. عرفني عن حالك اول شيء. الشاعر سمير ابو الهيجه من اليمون. من اليمون؟ يموني اصلي. يموني اصلي، فلسطيني اصلي. شعللها يلا. انا ما بكتب شعر حتى تقول الناس انه اشطر. اشطر. ولا جاني الفكر مره على اخواني اتكبر، بل والله لاني من بلاد القدس فلسطيني وبها اجهر، يموني ومن بلد وراد وباليمون انا بفخر. في خراطيش طخوا هسه تقابل مرج بن عامر، بلدنا بالعطم معمر، جبال مشجره زيتون، بلدي وفارس الزعتر. احكي لهم. ايوه هيك. ايوه تقابل مرج بن عامر، بلدنا بالعطم معمر، جبال مشجره زيتون، بلدي وفارس الزعتر، فيها مركز الشرطه على راحل اهل يسهر، امن وطني وابن وطني ونحيي الساعد الاسمر. اذا بتفوت على اليمون احفه مرجها الاخضر، روحك تشعر براحة ويصفى الجو المكدر، مداخلها جميل كثير حتى نجيت على المحجر. حلو. وعن البخشي وابن مكتوم والدوار المصغر، وبعدها المدرسي مركز ومكتب للتكاس اصفر، وعبو رامي النبي يمين تلاقي الباز قد زمر، يجونا من المصرارة وكل زكا وكل حارة، ومساجدها ترى تسعى ومدارسها بجوز أكثر. أبو الهيجة بني فيها وبني السمارة تتجذر، خميسي الله حييها، عبهري يا قصب سكر، وحوشية وابو سيفين وحمو هالاسم ينشر، وابو صلاح وابو عبيد وزايد للزياد أكثر، وسمود الأصل في ريها في ريحات اللي كالمنبر، وابو حسن مع السلام بها غنمة علم أحمر، سمارة والنعم منها لبدي يا نجم نور، وإذا بتروح للعزبي بنذكرها وما نتأخر، جرادات يا دار العز وحمدية يا سيف أبطر، وجعبري وبني شعبان سعيدي يا أسد يزأر، نوهضة من أهاليها قبالة حلو ومقطر، ثمينات وشرقية يا ريح المسكي والعنبر، وآل عمري منساهم لهم في هالبلد محضر. بدال العين فيها اثنين، ميها أحلى من سكر، معاصر فيها للزيتون يا مطيب زيت هالأصفر، أعطت لا وطنها كثير،
شهد العز وبتفخر وجرحى بالدماء أروى الثرى وما ظنت تتأخر وأسراها نقول لهم لابد القيد يتكسر إن شاء الله. أبو فخر اللي عمرها الله قوي صالح والصلاح أثمر ونايف كمل المشوار بيدو للعلا أشر عماد العز يبديها لها أمجاد تتسطر وأبو حاتم يقول لها على استعدادي أن أسهر أنا خادم أهاليها تعالوا بهالبلد نكبر ولي قدوي طر إسماعيل فخور وللمجد أؤسر اليمون أبوي لو يذبح أسن السيف ومتأخر مثل ما قال لإبراهيم افعل مثل ما تؤمر. الله الله. ويا أبو حاتم ما يموجه لرئيس البلدية يا أبو حاتم علينا ثمون أماني برقبتك يا مون أماني مثل ما بدها بلدنا تكون أماني تظل حاميها وخادمها وراعيها ويخلي هالبلد بينا يا غسان وبكل يا مر. واقفين او طالين على ملجي بن عامر. نعم. ملجي بن عامر قد ايه مساحته الكليه؟ مساحه ملجي بن عامر اللي هو يمتد من جنين لبيسان لحيفا 350 كيلو متر مربع، منها في ايدي الفلسطينيين حوالي 50 كيلو متر مربع والباقي في يد فلسطين المحتله. نعم فلسطين المحتله. الكرة نعم. المطلة من اليمون بتطل على فلسطين المحتلة عام 48. نعم. مين هي وشو أساميها؟ يعني احنا على ارتفاع حوالي 250 متر عن سطح البحر. في مقابلنا للغرب قرية ام الفحم وجبل على رأس الجبل. نعم. واسكندر ام الفحم. نعم وجبل اسكندر. هذا اللي شايفينه المكبانة بالضبط. بننزل بعدين ننزل بعدها على المناطق الثانية منطقة سالم او ما يسمى بحاج السالم العسكري. سالم هو بكون نقطة فصل. هذا في 48. نعم. وللشرق تحت هيك بعد ذلك هذا بيجي الشمال الناصري والعفولي ومكيدي هذه اللي هناك اللي هناك تحت هذيك. نعم. بالسهل. نعم هذه العفولي هذا مصور. نعم. ايوان العمارات البيض هذه العفولي هذه منطقه. نعم العفولي. نعم العفولي. نعم جنبها جنبها هناك بتيجي الجبال الناصري هذه منطقة جبل الطور. جبل الطور. نعم وبتيجي بعد هذيك المنطقة تسمى منطقة مقيبلي. هذول قرى عربية في 48. نعم في 48 هي بعد الجدار بعد الشيك يعني. طيب دكتور احنا بعدنا في بلدة اليمون وريناكم خاصة المغتربين ام الفحم ومقيبلي والعفولة وزي ما حكى الدكتور 350 كيلو متر مساحة ملجي بن عامر تشيل اللي معانا 50 كيلو 300 في فلسطين المحتلة 48 بكل باقي حتشيله سيده للدكتور البطيخة في ملجي بن عامر باقي تتوصل 36 كيلو وزن البطيخة 36 كيلو يعني تعزم الحارة عليها وخلينا نكمل جولتنا دكتور يلا. من عين السباع زي ما تفضل الدكتور وحكالي انه الزيل سالم عين السباع في بلدة اليمون ونشون وصلنا لنهاية حلقتنا في بلدة اليمون قضاء جنين حتى نلتقيكم في حلقة جديدة. نافز ابو شادخ يشكر لكم حسن المتابعة وان شاء الله انبسطتوا زي ما انا مبسوط يعطيكم العافية.